متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. إليكم هذه النشرة الجوية للأحوال الجوية المتوقعة نهار هذا اليوم. تستمر الأجواء مستقرة اليوم وغدا في عموم مناطق المملكة، اعتبارا من ليلة الأربعاء إلى الخميس ونهار يوم الخميس والجمعة يتوقع أن تتأثر المملكة بحالة مطرية، وتم شرح تفاصيل هذه الحالة المطرية في نشرة جوية مفصلة. أما اليوم في العاصمة الرياض درجة حرارة تقريبا حوالي 24 درجة مئوية، والأجواء غالبا صافية بوجه عام ومستقرة في عموم المناطق. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة نستعرضها سوية في مدن ومحافظة المملكة. سنبدأها شوالا من تبوك 25 إلى 10، عرعر 21 12، سكاكا 23 إلى 14 درجة مئوية. في المناطق الغربية 27 15 المدينة، جدة 31 22، 34 21 مكة المكرمة، 25 إلى 14 في الطائف. جنوب غرب المملكة تكون في جازان 28 24، أبها 23 11، وفي الباحة من 20 إلى 14 درجة مئوية. أما في الإحساء شرقا 24 11، في الدمام 24 13، وفي حفر الباطن من 23 إلى 12 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في العاصمة الرياض 24 11، غبار خفيف في بريدة 25 13، وغبار خفيف أيضا في حائل من 24 إلى 11 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.